السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم وصفتنا سهلة، صينية لحم مفروم بالبشاميل. نحتاج إلى زيت وحبة كبيرة بصل، نقوم بتحريكها لمدة دقيقتين تقريبا، ثم نضيف اللحم. هنا اللحم متبل من الأساس، تبله بالطريقة التي ترغبون فيها. بعدها نضيف فلفل أسود، كمون، ملح وبهار مشكل، وحوالي ملعقة كبيرة معجون طماطم، ونحرك جيدا. نضيف الفلفل الحار أو دقوس حسب الذوق وحسب الرغبة، نتركها حتى تنشف من ماء اللحم جيدا. بعدها بطاطس مسلوقة، نضيف عليها بقدونس والقليل من الحليب، نخلط الكل ونقوم بعجنها على هذا الشكل، أو خلطها أو كما تسمونها، المهم حتى تصبح لينة. في صينية للفرن نضع البطاطس كطبقة أولى، يمكن أن تضع طبقة مثلا اللحم، بعدها بطاطا، بعدها اللحم. بهذه الطريقة أنا وضعتها فقط طبقتين، طبقة بطاطس ثم طبقة من اللحم. نقوم ب هذا الشكل. الآن نضيف اللحم الذي جهزناه من قبل. إذا كان الماء فيه كمية يعني من الدهن زيادة، ممكن نقوم بالتصفيه قليلا. بعدها نجهز البشاميل حسب التي تفضلونها. أنا استخدمت البشاميل الجاهز، ونضع طبقة فوق. بعدها نضيف جبن الموزاريلا كطبقة أخيرة، وندخلها للفرن حتى تأخذ لون من تحت تقريبا 10 دقائق، ومن فوق حتى تأخذ لون ذهبي جميل. هذه وصفتنا سهلة ولذيذة، أتمنى أن تجربوها، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي ومشاركة الفيديوهات مع الأصدقاء. مع السلامة.